السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موضوع البارتس. موضوع البارتس عبارة عن ايه؟ دلوقتي ممكن يكون عندي حائط، والحائط ده مكون من ليارات، وانا عايز كل لير منفصلة بذاتها اقدر اعملها حصر لوحدها، اقدر اقسمها. هنشوف الموضوع ده مع بعض وليه استخدامات كتيرة زي ما هنشوف. طيب دلوقتي انت لو عملت سيلكت مثلا الحائط ده ودخلت ايديت، طيب هتلاقي ان هو مكون من الليارات. فانا ممكن اعمل سيلكت، وخليني الاول ادخل هنا في السيلكشن بوكس بحيث تبقى في 3D، وهقول له انا عايز هنا خليها فاين، اعمل سيلكت ان الحائط، واقول له انا عايزها تبقى اتقسم لي بارتات كرييت بارتس. فهو هيبدا يعمل ايه؟ زي ما انت شايف بدا في بقى عند اللير اهيت منفصل عن اللير ديت بالشكل ده. طيب انا ممكن اجي مثلا على اللير هنا واقول له انا عايز ديفايد بارتس، وابدا ارسم بارت كل بذاته، واقدر اضيف بارتس او اطرح بارتس زي ما انا عايز مثلا اهيت. طيب ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز هنا اقسمه ديفايد بارتس، واقول له ايه، انا عايز انترسكشن ريفرنس، يعني اقسمها لي حسب الادوار. ودي هتفيدني كتير جدا لو انا كنت راسم حيطه من اول مبنى لاخرها، وبعد كده دخلت على نفس وركس فقال لك لا ده انا عايز كل حيطه تبقى في الليفل بتاعتها اساس ايه، تبقى في تسلسل زمني. هقول له اوكي، هيبدا يقسم لي الحوائط بالشكل اللي انت شايفه دوت، وتقدر تقول له اديت سكتش وترسم زي ما انت عايز تقسمهم بالعرض زي ما انت عايز. فتلاقي البارت ده لوحده وده لوحده وده لوحده، بس بقى بارتس مش حوائط، وليه خصائص زي الفوليوم، الاريا، اللينس، الهاي، وهكذا. طيب انت هنا بيجيب لك ايه، بيظهر لك ايه، بيظهر لك البارتات. تمام، تقدر تقول له هنا عندي هنا خاصيه من الخصائص اللي هي البارتس فيزابيلتي، بيقول لي شو بارتس. ممكن اقول له لا ده انا عايز اشوف الاوريجينال، فيجيبها لك اهو كتله واحده. ممكن تقول له لا طب ده انا عايز اشوفهم الاثنين شو بوز، فيبدا يظهر لك الاثنين مع بعض في نفس اللحظه. فدي من ضمن المزايا في